الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد النهاردة أنه تم التنسيق مع السفارة المصرية في واشنطن في أمريكا لإعادة الرياضيين المصريين اللي موجودين هناك، وقال أنه في 24 رياضي موجودين في الولايات المتحدة أغلبهم من السباحين، وأنه تم التنسيق مع الخارجية ومع الطيران ومع السفارة المصرية لإعادتهم. أفكر حضراتكم طبعا أنه اللي بيقوم بسيادة الوزير ده استمرارا لجهود إحنا بنتكلم عليها واتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات بخصوص أول اجتماع تم لمجلس الوزراء يوم الأربعاء اللي فات أتصور، وكان في لجنة مشتركة بتتم للتعامل مع كل المصريين العالقين في الخارج مش بس فئة دون أخرى. برحب بحضرتك معانا سيادة الوزير. تأخير أستاذ شريف، وبشكر حضرتك على جهودك الدائم للتوضيح وللإظهار ويعني وأبديت في حاجات كتير وأهلا وسهلا. شغلانتنا، لا شكر على واجب يا فندم، كتر خيرك. أهلا وسهلا. ممكن نعرف أولا ظروف المجموعة من الرياضيين اللي كانوا موجودين هناك؟ بالتالي إن دول كمان كانوا هيشاركوا بقى على مستوى البطولات والدورات الأولمبية اللي كلها اتلغت، ولا أنا غلطان؟ بص، هو في ظل التكامل اللي موجود والتوجيهات الكبيرة من التنسيق من دولة الوزراء وأكيد يعني رؤية القيادة السياسية، دورنا إحنا مع متكامل كل في مجاله. في الحقيقة إحنا بالنسبة للرياضيين الفترة اللي فاتت كان في برنامج مركز جدا للرياضيين سواء في تأهيلهم وبطولاتهم اللي كانت على مستوى العالم ككل علشان طوكيو 2020. في الحقيقة يعني بعد موضوع كورونا فيروس وبعد تأجيل الأولمبياد 2020 الخريطة كلها اتغيرت. كان لازم نكون منسقين، كان في تنسيق كبير جدا مع اللجنة الأولمبية المصرية. أيوة. برئيس المهندس هشام حطب وتحديدا المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية وأيضا رئيس اتحاد السباحة. في حجم كبير جدا موجود في أمريكا، أو عدد يعني موجود في أمريكا، هم 24 يعني شخص أو رياضي موجودين، هم ما بين المنح الدراسية والتدريب والمعسكرات. احنا يعني كان في تأهل نسبة أكبر موجودة في مصر 93. كان لازم نعمل سيرفي، وكان في تنسيق كبير جدا أولا داخلي الوزارة مع المهندس ياسر. ثانيا الوزارة بقى بدورها إن احنا يعني في دور تكاملي مع معالي وزير الطيران وأيضا معالي وزير الخارجية وسفارتنا في أمريكا، تنسيق كبير جدا مع وزارة الخارجية في الحقيقة بشكرها، وقدرنا ان احنا يعني ندي البيانات، وكان في حديث متوالي مع معالي السفير في سفارتنا في واشنطن. انت عارف امريكا كبيره، كان في تنوع في الولايات، فقدرنا ان احنا نحدد الوجهه وان شاء الله يعني يرجعوا سالمين. في طيارتين يوم 2 ويوم 4 هيكون في يعني رياضيين واولويه رجوعهم ان شاء الله على خير. يعني هو انا اتصور برضه انه هيطبق عليهم فكره الحجر، القرار اللي تم اتخاذه النهارده على مستوى كل ما يطبق من الحكومه المصريه هيطبق على الجميع، يعني هيطبق على كل الناس من غير استثناء. لا مفيش، احنا يعني في بروسيس وبروسيدرز واحده ومتفاهم اكتر كمان من الرياضي. الرياضي هيتفاهم ده بسهوله، يعني هيبقى فاهم ضروره ده واثر. يعني قلت كمان طبقا لحديث حضرتك مع الاتحاد الرسمي لمجلس الوزراء في الإجراءات وإمكانية تواجد الناس في فنادق، وده شيء مهم جدا يعني بيراعى كل الخطوات. ده شيء من الأهمية إنه يتقال وإن حضرتك توضح. طيب هذا ما تقوم به الحكومة.